الموضوع اللي غادي يكون عندنا هو البنات اللي كيخافوا يدخلوا لاصال ويديروا لا ميسكو وكيخافوا يوليو بحال الدراري. اول حاجه البنات كيخصكم تعرفوا بان نتوما كبنات عندكم هرمون الذكوري المسؤول على بناء العضل اللي هو التستوستيرون عندكم بنسبه قليله، والهرمون الانثوي اللي هو الاستروجين عندكم نسبه كبيره، يعني اللي هو مسؤول على بناء العضل فهو عندكم بنسبه قليله، فما تخافوش انكم توليو بحالكم بحال الدراري. هذوك البنات اللي كتشوفوهم نتوما في لاصال كيترينيو وكيوليو دي ميسكل باينين وداكشي، كوني متاكده مليون في المية بانها كتعطى الهرمونات. اذا ما كانتش كتاخذ الهرمونات اللي هما كيدخلوا للجسم عن طريق الابر، كاينين هرمونات اخرين اللي هما كيتكالوا، فما تخافيش بتاتا كون انك غتمشي للجيم وغادي تريني وغيطلع لك العضل. العضل اللي كيتنتج عندكم نتوما بحكم الهرمون اللي عندكم نسبه قليله، فهو كيتنتج بنسبه قليله. كون انك طبيعيه غتمشي تريني طبيعي، فراه انت غتنمي العضل بطريقه يعني طريقه طبيعيه، وكيف ما كاع البنات يعني غتمشي لاصال كوني متاكده بان لا ترينيتي راه غادي تربي واحد المشكل اللي هو صغير غير باش ديري لي فوق. فبتاتا ما تخافوش البنات من هذه القضيه، حيتاش بزاف الاسئله كانوا كيجيوني من هذه القضيه ديال انا لا كنخاف نولي مشكلي، وهذه بتاتا ما غاتجيش وتمشكلي الا ما كنتيش كتعطي الهرمونات. كما قلنا الا بغيتي طبيعيه غتمشي تريني لا ميسكولاسيون في لاصال راه غيدالك العضل غير شويه، فما تخافوش.